أعتقد أن ترحيب أو رغبة وزير الخارجية وليد المعلم هي أن تكون فعلا أولوية الآن لإعادة الأمور إلى نواصيبها وإلى وضع معايير العمل. عندما تقول فرنسا أنه يمكن للجيش العربي السوري أن يحارب الإرهاب، إذا الجيش العربي السوري ما يقوم به في الميدان أصبح معترف به دوليا، وهو فعلا يحارب مجموعات إرهابية. هذه المجموعات لم تعد تشكل تهديدا للدولة السورية فقط أو للعراق، ولكن أو ذلك في إطار يطال دول أخرى أوروبية مثلا. هذا الأمر الذي تتحدثين عنه يقودني إلى الإشارة إلى شيء مهم. فابيوس يتحدث عن تحالف يضم قوات المعارضة، يضم الجيش السوري الحر وقوات أخرى إلى جانب. إلى أي مدى يمكن للجيش السوري أن يدخل في تحالف كهذا؟ دعنا نتفق على الفكرة التالية، نحن مع أي فصيل يعلن أن الإرهاب وكل من يقوم بقتل الشعب السوري هو عدو له. فإذا اتفقت بعض أطياف المعارضة ولا سيما من تحمل السلاح وتقوم بعمل مسلح على الأرض أنها فعلا تريد محاربة الإرهاب والدخول في عملية سياسية حقيقية مع الدولة السورية، فنحن ما لا أعتقد أن هناك خلافا سياسيا الآن. أي مسألة سياسية بما فيها مسألة تناول السلطة، تداول السلطة، انتخابات رئاسية أم انتخابات لمجلس الشعب، أعلنتها الدولة السورية بشكل رسمي أنها جاهزة لها، لكن هذا الموضوع يقوم به الشعب السوري، يعني نرتكن به إلى صناديق الانتخاب وليس إلى قرار تركي أو قرار فرنسي. فيما عدا ذلك يجب أن نحارب الإرهاب، يجب إعادة الأمان إلى الدولة السورية، ومن ثم فلنذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت على رئيس الدولة السورية ونصوت على من هم سيذهبون إلى مجلس الشعب. لكن لا يمكن إجراء هذا الآن في هذه الأوقات العصيبة والإرهاب يضرب. هل نستطيع الآن إجراء انتخابات رئاسية في رقة مثلا؟ هل نستطيع إجراء انتخابات رئاسية في دير الزور أو انتخابات مجلس الشعب؟ هناك داعش، هناك جبهة النصرة، هناك تيارات إرهابية معترف فيها دوليا وفق بيان وقرار مجلس الأمن الدولي أنها جماعات إرهابية وأن المجتمع الدولي يقاتلها. لماذا تأتي الطائرات الأمريكية إلى سوريا؟ ولماذا تأتي الطائرات الفرنسية وحتى الطائرات الروسية؟ أليس لقتال داعش؟ إذا الإرهاب أصبح الآن باعتراف دولي موجود في سوريا. علينا أن نحارب الإرهاب ولنذهب جميعنا كل أطياف السوريين إلى انتخابات بصناديق اقتراع حقيقية نذهب بها لنعلم ماذا نريد في سوريا، من هو رئيس الدولة السورية ومن هو أعضاء مجلس الشعب السوري.